اتصدرت جهاد احمد زوجة عصام صاصة الترند خلال الساعات اللي فاتت، وده بعد ما كانت حريصة انها تحتفل بعيد ميلاد جوزها وعيد جوازهم الثالث، وده على الرغم من حبس زوجها عصام صاصة وجوده دلوقتي جوه السجن. بس ايه اللي حصل وجهاد احتفلت ازاي وعصام صاصة مسجون؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. مرات عصام صاصة حريصة بشكل كبير انها تتكلم عليه باستمرار وتبين حبها ليه، وده كان السبب الاساسي في احتفالها بعيد جوازهم، وهو محبوس عشان ما يحسش انها نسيته مثلا او اي حاجه. وشاركت مرات حسام صاصه جهاد مجموعه من الصور على ستوري انستجرام، وكانت الصور من الذكريات اللي جمعتها مع عصام، وعلقت عليها بكلمات مؤثره تبين مدى حبها وتعلقها بيه. واحتفلت مرات عصام صاصة بعيد جوازهم الثالث وكمان عيد ميلاد عصام 25، وكتبت على الصور اللي شاركتها: كل سنة وانت تاج راسي وهتفضل تاج راسي يا حبيبي. وعلى صورة تانية كتبت: النهاردة عيد ميلاد عصام 25 وعيد جوازنا الثالث، وحشتني والظروف هي اللي خلتك بعيد عني. ومن كام يوم كده كانت جهاد شاركت مقطع فيديو على الانستجرام اعلنت فيه انها ترجع الشغل مرة تانية عشان تقدر تصرف على ابنها، كفي مصاريفها وطلباتها. وقالت كمان في الفيديو ان عصام صاصة كان بيتكفل بمصاريف بيته وبيت اخوه محمد وبيت والدته كمان، عشان كده قررت جهاد بعد حبسه ترجع لشغلها عشان تحل محل جوزها، وطلبت من متابعي دعمها والدعاء ليها عشان تقدر تكمل حياتها الطبيعية. وقالت وقتها: انا هرجع شغلي تاني عشان ابني، وربنا يقدرني واكون قد المسؤولية واقدر اكون مكان عصام لحد ما يرجع لنا تاني. انا مش ضعيفة، لكن بعد عصام عني مش سهل، وابنه محتاج له، مش محتاجة غير دعمكم ليا ودعائكم عشان اقدر اعدي الفترة دي. تفتكر بقى كل الكلام ده كان عصام صاصة يتوقع ان هيحصل له في يوم من الايام؟ قول لنا رأيك في الكومنتات.